صورك تهمت عليا. صبري صبري مش فرطوش شنو وحشو ما تخلينيش وما تخدمي وحشو ماش عليا شريف لا ما اديتلكش غتحضرني بزز منك شريف لا مشتك جاي عندي اليوم غادي نشوفوا ردود الفعل ديال واحد الناس اللي رفضوا انهم يخلصوا صحاب الجيليات الصفر واللي بغى الكونت ديال هاد السيدات اللي كنوصلوا هاد لي فيديو كاملين غادي يلقاه في التحت في الرابط في الديسكريبسيون. كملوا معنا الفيديو. مرحبا بكم على قناة خالد بايوسف. إن عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، اضغط على زر الجرس لتتوصل بكل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. باش تكون عندك سيارة وانت غادي في شارع عمومي وتبلاصي في شي بلاصة ويجي عندك واحد اللي لابس دوسار ولا لابس جيلي صفر وغادي يقولك خلصني. بزاف ديال الناس كيقولوا ان هذا الشيء داخل في النصب، وكاينين الناس اللي كيقولوا هذوك الناس الله يكون في العون خص الواحد يتعاون معاهم، لكن كاينين الناس اللي خرجوا وداروا واحد الحمله ولونصاو لي فيديو هما ما باغيش انهم يخلصوا هاد صحاب الجيليات، كيقولوا ان الناس اللي بغاو يديروا الصدقه ولا اللي بغاو انهم يتعاونوا يتعاونوا مع الارامي اللي يتعاونوا مع اللي ناقصه يديه اللي ناقصه رجليه. نشوفوا هاد الناس لي فيديو اللي داروا ونعقفوا عليهم. اول فيديو غادي نشوفوه هذيك البلاصه بعدا ديال الشعب ماشي ديالكم نتوما، هي الاولى شريف الرمله ديال الشعب غادي يجيو المخزن هو يقول لنا واش ياكل ماشي ديالنا. هنا هذا باركينغ وفي نفس الوقت شاطئ، هادشي داخل فيه حتى الناس اللي كيكريو الباراسول وكيكريو هذا، يعني بغاو يردوا حتى البحر بغاو يردوه ديال الفلوس. البحر اللي حشومه انك بدا تكري الباراسول وتكري شي حوايج اللي خص الناس يلقاوهم تما مجانا خص يتوفر لهم، وكيمسحوا هادشي كيقولوا لك راه الجماعه اللي عطاتها لنا راه كراتها لنا. نشوفوا هادشي المهم سالينا راه البوليس غادي يعيطوا سالينا لا عيطوا عيطوا سكتي كتغوت كتغوت الفيديو راني مصورك الفيديو ايوا حبس انا بعيط لا شفنا كيفاش كيهز يديه. هادشي كيبين ان الناس اللي خدامين في هادشي ماشي كاملين، ماشي ما كنعمموش، وانما الناس اللي خارجين على القانون اللي عندهم سوابق اللي ما عندهم ما يخسروا. صورك كتهمت عليا صبري صبري هذيك البلاصه بعدا ديال الشعب ماشي ديالكم نتوما هي الاولى. دابا غادي نسمعوا هذه السيده نشوفوا كيفاش تفاعلات وكيفاش ردات على مول الجيلي صفر. علاش؟ على اساس اساس على شنو؟ لا ولكن هذا اساس شنو على شنو اساس هنايا؟ سؤال جوج ماشي من بعد. لا ولكن انا حاطه الطوموبيل هنا، علاش غتسولني واش غنتعطل ولا ما غنتعطلش؟ انا حاط الغريب في الامر انا كاينين الناس اللي بلاصه قدام دارهم وكيجي كيقول لهم خلصوا. كيفاش كتخلص؟ انا داخل القن قبل كاين قاعد نسمع. لا كيفاش لا بلاتي كيفاش كتخلص؟ واش هذا راه شارع عمومي ماشي باركينغ؟ فهميني ما فهمتش. دابا هذا باركينغ واش شارع عمومي باركينغ شرح باركينغ؟ فين العلامه ديال الباركينغ؟ جماعه 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 كاريه لك؟ لا كاريه هي اللي خصها تخلصك ماشي انا. جماعه كنرجعوا كنقولوا واش الجماعه عندها الحق انها تكري فضاء عمومي؟ غادي تجي لشارع واحد البلاصه وتكري لواحد تقول لي بدا تخلص من الناس، والناس اللي خالصين الضريبه واش غادي يبدا يخلصوا في ديك البلاصه؟ يعني حتى الجماعه الا بغات دير فرص شغل ولا تخلص من عندها. نكملوا كاريه لك هي اللي خصها تخلصك ماشي انا اللي خصها نخلصك. قاري شويه وقاري شويه قاري انت؟ اسيدي جرب فاش سولها واش قاريه شويه قلت اش بغا يقولها قال لها ما قاريه والو. نعاود نردوها تسمعوها مزيان ماشي انا اللي خصها خلصك قاري شويه وقاري شويه قاري انت؟ قاري والو اسيدي الجماعات ماشي من حقها تكري ما اسمعني اسمعني جماعات ماشي من حقها تكري الشارع العمومي ماشي من حقها تكري الشارع العمومي. انت اللي غتخلص انت اللي غتغوت عليهم يلا غوت عليهم انا غوت عليهم سير وريهم وريهم خلعني خلعني. اغلبيه ديال الناس ملي كيخافوا هنا كيخافوا ان تقاس لهم السياره ديالهم، لان كيقول لهم انا حاضيه وانا متاكد انه كان وقع ليها شي حاجه اش غادي اش غادي يدير لك؟ ما عنده ما يدير لك، يقول لك اودي راه عيط ما حاضر وقع ليها، يعني نهار كيوقع ليها شي حاجه ما هو ماشي اسيرونس باش غادي يعوضك، ما عنده ما يدير لك. ما كنهضرش على كل شيء جميع الباركينغ، كنهضروا على الغير قانونيين فاش كينوض واحد غير كيلبس جيلو كيخرج للشارع بدا يتخلص عند الناس. زيد يلا شويه عارفه شنو كنقول. انا كنخلص الضريبه ديالي العام انا كنخلص الضريبه ديالي ديال العام 350 درهم. انا كنخلصوا الضريبه الشريفه
شوف بلا ما تبقى تغوت بلا والو، حنا الا بغينا نهضروا غنهضروا بالعقل ما نهضروش بالغوت. هذه اول حاجه كتقول لي انت بخمسه الضريبه ما تخلصي الجامعه. ما نخلصش ماشي ما نخلص. قال لها شوف كيفاش كيجاوبها، قال لها ما عندكش العقل انت كتقول لي ما كنخلص الضريبه ما نخلصش الجامعه. كيفاش ما نخلصش الجامعه؟ ما مفهوماش الواحد زعما هنا فاش كيكون شي واحد اللي صل وكيجي لواحد اللي قاري القانون وعارف اش كيدير وكيبغي يفهم عليه. هذه هي هذا هو العنوان ديال هذا الفيديو. يعني الجماعه ما عندهاش الحق تخلص. شوف هذا شارع عمومي. شوف ما تغوتش عليا الله يرحمك الوالدين، هذه اول حاجه. ثاني هنا سلام الله عليك. شوف لا انا قلت لك بلاصيني. هنا مرة اخرى، هنا واحد السيده اخرى اللي النساء الحديديات اللي عارفين كيفاش يجاوبوا، عارفين القانون. ماشي يجي واحد يغمق عليهم ولا يزرب عليهم ديال خلصني راه بالسيف راه باركينغ وكذا، عارفين دوك اللي كيجيو بدا يهللوا بدا يغوتوا حتى غير بالقانون. تعيط للبوليس اجي وشوف هذا واش من حقه انه يتخلص فهاد البلا. الا من حقه نخلصو، ما من حقوش خصو يمشي بحال. وإلا جاي يطلب الصدقه يقول تعاونوا معايا، راه كاين فرق بين تعاونوا معايا وبين خلص. راه واجب ديالك انك تخلص فهاد البلاصه، وبلاصه شارع عمومي وكتجي تقول لواحد خلص، غريب. انا وانا خدام انا هنا وخا ما كنتش. شكون اللي مخدمك هنا؟ انت عارف شنو مخدمني؟ اه انا جيت انا وقلت انايا. شكون اللي مخدمك انا يقول لي؟ انا بغيت نعرف شكون اللي مخدمك. المقاطعه اللي عطاني هنايا. هذيك المقاطعه خاصها الحبس. علاش خاصها الحبس؟ حيتاش الشارع ديالنا كيفاش؟ انا شكون اللي الشارع العام ما تيتكراش الشريف، انا كنخلص ضريبه باش نحط الطوموبيله ديالي في الشارع العام. ديالنا هذا ما تخلصش منه. دابا نعيطوا على البوليس. واو دابا تعيط على البوليس. لا دابا واش نعيطوا لهم باش دابا تجيني من الاخر نعيطوا على البوليس؟ لا دابا انت يا بغيتي ديري واش نعيطوا على البوليس؟ انا ما تنخلصش في الشارع العام. هنا غير كتجبد ليه البوليس كيرجع للدور. علاش؟ لانه ماشي قانوني. باش نهضروا خصنا شوف خليوا العاطفه جانبا ديال التعاون معاه، التعاون معاه. ملي يجي يقول لك التعاون معايا، شي يجي يقول لك خصك تخلص وما عارف واحد واش اش عنده. انك دوك اللي كيقول لك خصك التعاون مع الارامل، التعاون مع اللي ما عندهمش واحد مقطوع عليه يد، واحد ما قادرش يخدم. كتلقى واحد هنا يهز الطوموبيل يبدل ليها البلاصه بالعضلات ديالو وكيجي كيقول لك التعاون معايا. كيفاش التعاون معايا؟ كمل. المواطنه كتخلص الضرائب ديالها، انا ماشي فين ما حطيت الطوموبيل تنخلص عليها. الباركينغ ما كتخلصوش؟ لا ما كنخلصش. الا كان الباركينغ تيحترم راسو فيه كاميرات والطوموبيل ديالي مامنه، حيت فاش يضرب عليا شي واحد انت ما تعقلش عليا. دابا واش نعيطوا على البوليس؟ هادشي اللي قلنا قبل من هذا الفيديو، قلنا نهار تقاس ما غاديش يعقل عليها. اش يقول لي؟ اش غادي يعوضها؟ هو جاي يشاري غير جيلي صفر ولابسو جاي للشارع ما عنده ما يعطي. حنا ماشي ضدهم، حنا ضد اللي ماشي قانونيين. اما الباركينغ ملي كيكون مكري وقانوني ما كنهضروش عليه، داك عادي. حيت قلت لي الله يمسخك انا ما شفرتكش. ولا هاد وحشومه تخليني حشومه كتخدم. ما حشوماش عليا شريف، لا ما ديتلكش. غتحترمني بزز منك اشريف. دخلي اختي وراك. بزز منك غتحترمني. انا خدام غير معاك انت ومعاك انا معاك انت. انا ماشي شغلي انا ماشي شغلي. لا سيدي ما نخدمكش انا. علاش؟ انا ما قلتلكش حضيها وما قلتلكش قلتي انا عندي الفيرمي ديالي. انا شدو ولا شحال طايله؟ انا نحطها وغنرجع دابا نحطها وتبات وتضل وتقل الشهر. هذا الشارع العام كنخلص عليه ضريبه. ما كتخلصيش بغيتي نعيطوا على البوليس. باش ما كتخلصيش انت الشهر. لا ما كنخلصش انا والله. فين فاش تحل؟ لا ما كنخلصش انا ما حطاش الشريف. انا بطريق بيت غرادي. واش نعيطوا على البوليس؟ لا تحطها دابا احنا قاعدين تنشوف البوليس. اه شوف هيا شوف نقول لك واحد الحاجه. نقول لك واحد الهضره غنتابعك بالسب والشتم والعرقله والهضره الزايده. الهضره الزايده كلشي ديك الهضره الزايده اللي ما فهمتش. شريف انا عندك شي حاجه بخاطري. السب الشتم العرقله والهضره الزايده. دابا الله يسهل عليك ما بقاش الله ينسخني. شفاره واسير تخدم على راسك. دارت كتاف الحمد لله. ندوزو لواحد اخر. انت قلت لي الدارك دابا قلت لي الدارك عيط للدارك. انت خويا راه ما نخلصش انا الكارديان. خصني صار الكلام ما نخلصش الكارديان. علاش ما نخلصش؟ واحد اخر كل خطوطه ما كنخلصوش. انت كنخلصك ما يمكنش. دابا حنا كنقلبوا على الخطوط. لا ما كنخلصش اخويا ديال الخطوط. هما اللي ما كيخلصوش. انا ماشي خطوط. انا خويا راه ما كنخلصش. كنخدم بالخطوط. شنو الخدمه اللي غدير لي مثلا؟ شنو الخدمه اللي غدير لي؟ باركين مخلص شويه. شنو الخدمه اللي غتقدم لي انا اللي غنخلصك عليها؟ غتحضر لي الطوموبيل ولا شنو غدير لي؟ جاوبني جاوبني باش نعرف. هذا باركين خدامين عليه هنايا الناس مخلصه وكاريه كنخدموا عليه. وريني الرخصه نخلصك 20 درهم. وريني الرخصه. كاين رخصه كاين كلشي. وريني نشوف نخلصك 20 درهم. هنا واحد المراه مراكشيه حتى مول جيلي صفر ديك اللهجه ديالهم كتضحك. هادشي هذا موضوع مهم ماشي ديال الضحك، ولكن اش كتسمع في المراكشيين نسمعوا من نهار ضحكوا من نهار وصلوا ميصر. نعم كيفاش؟ نعم نعم والله ما عرفت. انا ما فهمت. نعم
لا مش جاي عندي. ابون تخوف عليك. لا هذا باركينغ. هذا باركينغ. لا لا ما فراسك. فين البلاكا؟ هذا باركينغ. لا 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 ما فراسكش. طريقة ديال مراكش كض. فين البلاكا؟ ما عمرك شفتي؟ تسنى نسمعوا. باركينغ. لا لا تخوف عليك. لا هذا باركينغ. هذا باركينغ. لا لا ما فراسك. فين البلاكا؟ ما عمرك شفتي؟ لا شنجي انا مراكشية. فين البلاكا ديال باركينغ؟ فين البلاكا ديال باركينغ باش نخلصوا؟ قال لي بلاتي نشوف النمره الطوموبيل زعما باش يهددها باش يخلعها انه يقدر يادي السياره ديالها. قالت لي شوف النمره الطوموبيل وما زادي نرجع هنا وغادي تبات الطوموبيل هنا. اسمع هادي ميت بلاصتي عاد تقولي هذا زعما خارجه. قال لي ملي كنتي بغيتي تبلاصي عاد تقولي هذه الهضره. مازال كيهدد زعما وكان قلت لي ما غاديش نخليك تبلاصي ولا نقدر ندير شي حاجه للسياره. سمعوا الميساج. هادي ميت بلاصتي عاد تقولي هذا زعما خارجه. شري ما كاين حتى مشكل. شوف النمره الطوموبيل والبوليس راه هو نعيطوا ليه ما كاين حتى شي مشكل. ماشي هذا زعما دابا لا ما يجرب عليك لا ما نزربش عليك. شوف انا اذا هادو هما لي فيديو. ما بغيناش نطولوا الفيديو باش يكون طويل بزاف. اللي خلى هاد الناس انهم يخرجوا بهاد الحمله ديال انهم يمنعوا ولا ما يبغيوش انهم يخلصوا صحاب الجيليات الصفر هو ان صحاب الجيليات الصفر اللي ولاو طغاو كما قالوا كيقولوا انهم ولاو كيجيو عند الواحد كيجيبوه هراوه معاهم زعما كتهديد انه خصك تخلص. وكانوا كيفرضوا واحد الثمن خيالي اللي هو 10 دراهم 10 دراهم للسياره في حين ان الطريفه ديال الباركينغ هي 3 دراهم وهما كيطلبوا 10 دراهم. قالوا لي كاين باركينغ ديال 20 درهم وكيفرضها عليك وكيخرج عيني وكيقول خصك تخلصها. هادشي اللي خلى هاد الناس انهم يخرجوا بزاف عاود غادي يخرجوا يقولوا لك هذيك حقره لا هذيك هذا وبزاف ديال الحوايج. راه خصك تشوف عاود الحقره ملي كتكون من صحاب الجيليات الصفر لصحاب السيارات لان صحاب السيارات هما اللي مضرورين يقدر انه تاذى السياره ديالو. يقدر كما كاين فيديو ديال واحد السيد اللي جا عنده ما بغاش يخلصوا وضرب ليه السياره واحد السياره بيضاء. الا بغيتوا اننا نديروا الجزء الثاني ديال الرياكسيون على هذا الكونت واللي بغى هذا الكونت غادي يلقاه تحت في الديسكريبسيون. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.